من أحلام الطفولة ورسم الخيال لملاك يرتدي الأبيض كان حلم كل خريجة. 6 سنوات مرت بحلوها ومرها، من علم التشريح والأعضاء إلى باطنة وجراحة وأطفال. وفي هذا اليوم نعلنها بفرح، حققنا الحلم وأصبحنا طبيبات الغد، والحلم تحقق. حلمي صدق وراه مشيت وبذلت الجهد ومضيت، والله دعيت لما استسلم ولا استهونت، بالعكس أنا كنت أحرص على كل الوقت. هنا أملي من داخل بيردد شد واصل، شوفوني اليوم حلمي حقق. من هنا أعلن إني تخرجت واسمي دكتور، حققت الحلم كبرت، والخوف اللي كان بيقلقني هو أكثر حاجة تدفعني إني أنجح وأنجح، والزمن كان يسخر مني صار أكثر واحد يغبطني في هذا الحلم، هم خسروا وأنا صعب ما تنعد، بس الأزمات بتخلي العزم أشد. كمية امتحانات ومصاعب ما تنعد، بس الأزمات بتخلي العزم أشد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة بتدل يأس. أنا حلمي اليوم أنا دكتورة، وعد ارفع راسي ورأس بلدي بكل فخر. أنا فرح اليوم دكتورة، وأعهد ربي أكون بلسم طول العمر. أنا حلمي اليوم أنا دكتورة، وعد ارفع راسي ورأس بلدي بكل فخر. أنا فرح اليوم دكتورة، وأعهد ربي أكون بلسم طول العمر. Thank you.